تصاعد جديد في قضية الإغلاق الجزئي للإدارات الفيدرالية الأمريكية بعدما جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلبه بتمويل الجدار على الحدود الأمريكية بقيمة 5 مليارات و700 مليون دولار، وتأكيده أن الوضع على الحدود الجنوبية بات يمثل أزمة إنسانية وأمنية متزايدة، وحاول إقناع شعبه بأهمية الجدار مشككا في نوايا معارضيه. البعض يقول إن الحاجز غير أخلاقي، إذا لماذا يقوم السياسيون الأثرياء ببناء الجدران والأسوار والبوابات حول منازلهم؟ إنهم لا يبنون الجدران لأنهم يكرهون الناس في الخارج، ولكن لأنهم يحبون الناس في الداخل. الأمر لم يقف عند هذا الحد، فكما اتهم ترامب معارضي تمويل الجدار بأنهم ضد مصلحة وطنه، اتهمت ديمقراطية نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي الرئيس دونالد ترامب باحتجاز الأمريكيين بواسطة الإغلاق الحكومي، مضيفة أن ترامب يلجأ إلى تخويف شعبه. للأسف إن الكثير مما سمعنا من الرئيس ترامب طوال هذا الإغلاق الذي لا معنى له كان مليئا بالمعلومات الخاطئة وحتى الخبث. لقد اختار الرئيس الخوف. نريد أن نبدأ بالحقائق، والحقيقة هي في اليوم الأول من هذا الكونغرس أقر الديمقراطيون في مجلس النواب تشريعا لمجلس الشيوخ الأمريكي لإعادة فتح الحكومة وتمويل حلول أمن حدودية ذكية وفعالة، لكن الرئيس يرفض هذه الفاتورة من الحزبين. ومع تمسك ترامب بقراره ورغبته في التمويل، تزداد الأوضاع تأزما في أروقة الكونغرس، خاصة بعد تمكين الديمقراطيين نسبيا رغم الغلق الحكومي الجزئي.